قرية الشباب للبناء والإعمار. مجال البناء والإعمار مجال لا يخلو دائما من فرص للشباب، خاصة في أقاليم الجنوب، حيث العمل على قدم وساق لتوسيع المدن وبناء مساكن جديدة أو حتى بناء الطرقات وترميمها ووصلها بالشبكة الكهربائية. مجال وجد فيه عدد من شباب مدينة العيون فرصة سانحة للتشغيل الذاتي، فكان أن أسسوا تعاونية الشباب للبناء والإعمار. هم حاصلون على شهادات مختلفة، يحظوهم طموح كبير بالنجاح في مشروعهم الذي أثبت من أول خطوة عن فاعليته وعن حسن اختيار الشباب لمجال واعد مليء بالفرص. خلق وضمان استمرارية فرص الشغل، هذا أحد أهم أهداف برنامج الاقتصاد الاجتماعي الذي تشرف عليه وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب. في تعاون الشباب للبناء والإعمار تحقق هذا الهدف بشكل ملموس، رغم الصعوبات التي ما تزال تواجه تنفيذ كل المشروع والوصول به إلى مرحلة متقدمة من العمل. تعاون الشباب للبناء والإعمار. نتكلم عن تعاون الشباب للبناء والإعمار. في المرحلة الأولى من تأسيسها كانت فكرة جماعية بين مجموعة من الشباب حاصلين على شواهد بما فيهم شواهد جامعية ودبلومات مختصة في مجال البناء. تكونت هذه الفكرة نتيجة لأننا شفنا مسألة البناء مهمة جدا، وأكدنا على أن البناء له آفاق كبيرة وواعدة، وبالتالي ما دمت أن هاي الشباب حامل هاي الشواهد ومؤهل من حيث الجانب المهني أنه متوفر على هاي الشواهد، إذن خاصه يدخل هاي المسألة ولا ينتظر فقط أنه ينتظر وظيفة أو شيء ما شابه، ولكن الأهم أنه ينطلق ويبادر، وبالتالي بادرنا بتأسيس هذه التعاونية فيها دبلومات كما قلت، فيها دبلومات بحالة معناها طفلة شابة حاصلة على دبلومات نجارة الألمنيوم وكهرباء المنازل، معنا شاب كذلك حاصل على دبلوم التلحيم، ومعنا شباب كذلك مخاطب في مجال البناء في مجموعة من الشركات في المقاولين، بالإضافة إلى اللي هو رئيس اللي كان مثل نفسي، وأنا حاصل على شهادة الإجازة في القانون، وحاولنا ما أمكن أن ندير تأطير نظري وفكري وفي نفس الوقت مهني، وجمعنا هاي المسائل كاملة. تأسست هاي التعاونية بتاريخ 18 فبراير 2010 في المجمع الصناعي التقليدي بمدينة العيون، حضرت له مجموعة من الفعاليات خاصة منها السلطة المحلية والقطاعات المسؤولة خاصة الصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية كذلك، بناء على مجموعة من القرارات الإدارية خاصة ما يتعلق بالإجراءات أو المساطر المتعلقة بإنشاء وخلق التعاونية. بعد ذلك كانت لنا إشكالات كبيرة خاصة الإشكالات القانونية، قبضت لنا الوقت، حس هذا الوقت الطويل خلى الأعضاء أنهم يحسوا على أن هناك فشل، لأن هذا الوقت قتل ذيك الروح وذاك العمل اللي كانوا متواصلين به مع بقاء بعض الأعضاء اللي حاولوا ما أمكن أنهم بطول النفس أنهم يستمروا ويآمنوا بالفكرة مع تراجع بعض الأعضاء، ولكن ساندوهم وكانت روح التضامن بين الأعضاء، وبالتالي الحمد لله وصلنا أننا حصلنا على القرار. وإن حصلنا على القرار كانت مرحلة أخرى بعد مجموعة من دفع البرامج التنموية خاصة بالأقاليم الجنوبية، وبالتالي أننا استطعنا أننا نحقق واحد المشروع فيما يتعلق في برنامج الاقتصاد الاجتماعي اللي عملت عليه وكالة الجنوب،
واستفدنا من هذا البرنامج اللي الان احنا خدامين فيه وماشيين في هذا البرنامج اللي كان عبروا عن افكارنا وطموحاتنا ان شاء الله. ينخرط في هذه التعاونية الإناث أيضا إلى جانب الذكور ويساهمن بفعالية في رسم معالم النجاح. مقاربة النوع هذه علامة مميزة للتعاونية، تدمج المرأة بشكل مباشر في صلب العمل وتجعلها عنصرا منتجا بامتياز. لقد قامت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب بتغطية جزء مهم من حاجيات هذه التعاونية من خلال الآليات والتمويل، وفتحت بذلك المجال لهذه الكفاءات كي تشتغل. المشاريع التي منحت التعاونية شاهدة لليوم على مدى النجاح وروح العمل التي تطبع المنخرطين. نسب عالية في تحقيق أهداف المشروع وتيرة إنجاز سريعة ومتوازنة، كلها مؤشرة على أن العمل التعاوني يسلك الطريق الصحيح وأن الاستثمار في الكفاءات المحلية استثمار ناجح في المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي عدنان فاطمة، عضوة في تعاونية الشباب للبناء والإعمار، مكلفة بالصيانة ديال الماتريال، نمشي معاها ونجي نمشي للمقر البلاصة اللي واعدة نشوفها منين تم جاي. نطاق عملنا نختاروا، عندنا تدخل ياسر، مع اختاروا المرأة تعود حتى في مجال الرجال تخدم مع البناء وتخدم صدور وطلع تخدم ياسر من مهمة من غير نطاق العمل ديال المرأة، فرب ربت بيت والله تم قاعدة والله اختاروا انتم وخدموا هاك وهاك. بسم الله الرحمن الرحيم، يوبي مالكة، نائبة رئيس تعاونية شباب البناء والإعمار، حاصلة على دبلوم الكهرباء المنازل، حاصلة على دبلوم نجارة الألمنيوم، حاصلة على دبلوم البناء. الحمد لله عطاتنا الوكالة المعدات باش نمشي شوي لقدام. كيف قلت ذاك النهار، عن منادم خصو ما يتم يحاني وتم واقف يحاني الفرصة اللي نجي أبدا يمشي لود عليها ولود عليها بالمعقول وبالحلال، يحاول شوي يكتب قوته بالحلال. ذي التعاونية الحمد لله عاونتنا احنا ولي تعاون شباب ياسرين اللي ينقصوا شوي من عملية هاي الوقفة اللي بدون مدخول يحانوا المانضة والمانطة ما زاد شيء، أخير الواحد يخدم الحمد لله بهذا الجهودات وبذا الماتيريال. بدينا الحمد لله عندنا مشروع في فم الواد، وعندنا مشروع ثاني مع البلدية في سوق تحت عند التنمية تحت موعدنا به رئيس المجلس البلدي، وعندنا مشروع ثاني مع مكتب الوطني للكهرباء في طريق تشيرة،
ونتمنى التوفيق لنا وجميع الشباب اللي في الجمعيات والتعاونيات. على مستوى المشاريع المستقبلية، أولا قبل كل شيء نحن نعتبر أنفسنا أو تعاونية هي فاعل محلي، وبالتالي ماذا من هذا المنطلق أنها فاعل، إذا فلها انتظارات كبيرة وعليها انتظارات. أهم شيء أننا نخلق جو تفاؤلي حول مجال البناء، تصورنا أننا نكون ناجحين، هذا بعد نظري كبير. لنا مشاريع كبيرة أن نطور إمكانياتنا الآن متوفرة لنا، خاصة إمكانيات المادية على مستوى الماتريال أو المعدات، نطور قدراتنا التنظيمية، نطور قدراتنا الذاتية كذلك المهنية، وبالتالي نكون فاعلين فعلا محليين، ونكون قادرين على استيعاب مجموعة من الشباب وخلق فرص شغل للشباب إن شاء الله في المدى المستقبل، أي خلق مقاولة إن شاء الله بإذن الله.